السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا المحترمين إنما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من قضية وضيف. أهلا بكم. أنتجت مخرجات مشاورات الرياض تغييرا سياسيا كبيرا في الساحة اليمنية، وأحدثت انتقالا سلميا وسلسا للسلطة بحسب مراقبين من خلال تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 أعضاء من مختلف القوى الوطنية. المجلس الرئاسي بأولوياته ومهامه الوطنية شكل بارقة أمل جديدة للشعب اليمني، خاصة وأن تشكيله قد تزامن وإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق هدنة بين السلطة الشرعية والانقلابيين الحوثيين لمدة 2 شهر قابلة للتجديد، كخطوة تؤسس لبناء الثقة بين أطراف الصراع واستئناف مشاورات التسوية السياسية للأزمة اليمنية. محللون سياسيون وعسكريون يرون أن الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين تمثل فرصة ثمينة للتهدئة وتهيئة المناخ الملائم للتسوية السياسية، ولكن فرص نجاحها تبقى مرهونة بعوامل كثيرة يتوقف معظمها على التزام كافة الأطراف خاصة الحوثيين ببنودها ككل متكامل لفرص نجاح الهدنة، أو عفوا فرص نجاح الهدنة ومواقف ومخاوف فشلها ستكون بطبيعة الحال محور قضيتنا في هذه الحلقة. في الأول من إبريل الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر 2 شهر يتم خلالها وقف شامل للعمليات العسكرية داخل وخارج اليمن، وتشغيل رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفا، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، واستخدام عائدتها المليارية لدفع رواتب موظفي القطاع المدني بمناطق سيطرة الحوثيين وفقا للترتيبات الاستثنائية المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بالإضافة إلى فتح الطرق والمعابر في محافظة تعز وغيرها من المحافظات. إعلان الهدنة جاء بالتزامن مع تشكيل مجلس قيادة رئاسي لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية برئاسة الدكتور رشاد العليمي، الذي أكد في أولى خطاباته على ضرورة تطبيق اتفاق الهدنة الأممية الشامل ككل متكامل باعتبارها من خطوات بناء الثقة بين كافة الأطراف. وفي ذات السياق أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح أن إحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا تأتي في صدارة أولويات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة أمام القوى الوطنية التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المشاريع التخريبية الخارجية والداخلية التي يستثمرها أمراء الحرب من الميليشيا الحوثية باعتبارهم المستفيدون من استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح اليمن، وأنهم ليسوا بعقلية الدولة ولن يستطيعوا أن يبنوا دولة لأنهم أتوا في إطار جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندة المشروع الإيراني وثورة الخميني. إذن مشاهدينا الأعزاء، سوف نسلط الضوء في حلقتنا هذه على فرص نجاح الهدنة التي وصفت بالفرصة الثمينة، ولكن بعد فاصل قصير أبدأ الحوار، ابقوا معي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، إذا لمناقشة قضيتنا لهذا المساء وهذه الليلة من قضية وضيف، يسعدني أن يكون بمعية الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، مرحبا بك.
دكتور نجيب. إذن نتحدث هنا عن فرصة تصفها الأمم المتحدة بما قالت عن الهدنة اليمنية بأنها فرصة ثمينة لإنهاء الصراع والإحلال في اليمن. هل هي بالفعل كما ذكرت الأمم المتحدة؟ وماذا لو لم تكن هذه تطلعات الأمنيات؟ الجميع صحيح يتعامل معها كفرصة، نحن في الشرعية نراها فرصة مهمة تسير باتجاه الوصول إلى حل سياسي وإيقاف الحرب، وكذلك هي فرصة للشعب. يعني هناك مأساة إنسانية تتراكم، وهذه المأساة تتراكم يوميا، ويواجه الشعب اليمني مصاعب كثيرة، لذلك هي فرصة للشعب اليمني، ونحن نراها في الشرعية باعتبارها إحدى المداخل الأساسية للوصول إلى الحل السياسي، وأيضا الأمم المتحدة والإقليم، الجميع في اليمن يتعامل مع الانتقال إلى الحل السياسي والوصول إلى سلام. هذه الهدنة هي بوابة أساسية، أنا أعتقد أنها مهمة ولا بد أن يتمسك بها الجميع. لكن فيما يخص مسألة الحوثية هذه مسألة أخرى، لأنه نعرف والشعب اليمني يعرف والجميع من مراقبة طويلة للحوثية أنها تتخذ من هذه الهدن فرصة لإعادة بناء قوتها ثم اختراع مشاكل متعددة والانتقال إلى الحرب. نعم، إذا هنالك من يتهم محاولة يعني إيجاد هذه الفرص بأنه تسهيل لما وصفته قبل قليل بتمكين الآخر من إعادة لملمة أوراقه وبدء خطوات قد تكون جديدة وقد تكون يكون وقعها أشد وطئا من سابقاتها. هي نعم الحوثية تستغل هذه الهدن، ويعني لدينا هدن كثيرة ولدينا تجربة طويلة مع الحركة الحوثية، لكن بالأخير عندما تقرأ الواقع اليمني وحال الشعب اليمني، أي فرصة من فرص السلام وفرص وقف نزيف الدم وهذا الاستنزاف الذي يحصل لليمنيين لا بد أن توافق عليها، حتى لو كان لديك يقين أن الحوثية يعني ستستغلها. بالأخير نحن يعني ملزمون بشكل كامل بأن نستجيب لحاجات ومتطلبات اليمنيين. وضع اليمن جميعنا نعرفه، كل اليمنيين الذين يسمعونا ومن يراقب في الخارج يعرف وضع اليمنيين بشكل عام، وبالتالي هذه الحرب أيضا تحولت لدى الحوثية إلى مجال لتحصيل الثروة، للتغلغل، للنفوذ، يعني لبناء النفوذ وتحويل المؤسسات المختطفة إلى أذرع لخدمة الجهاز الموازي لها، وتنتعش وتعيش الحوثية على الحرب. هذه المسألة أصبحت واضحة، وبالتالي الجميع يدفع باتجاه السير باتجاه السلام وباتجاه طاولة المفاوضات. وهذه الهدنة أنا أعتقد أنه من المفروض أن نتمسك بها وبكل قوة وأن يتم تمديدها، بل نريد أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار الشامل. نحن واضح في هذه المسألة لما تشكل المجلس القيادي الرئاسي وتم إعادة يعني إعادة تغيير منظومة الحكم داخل الشرعية وبطريقة جذرية وكاملة، كان الهدف والمبدأ الأول والأساس للإعلان الرئاسي هو أنه هذا التغيير يأتي في مسار الذهاب إلى السلام. لم تذكر كلمة الحرب ولا حتى في بند واحد من بنود الإعلان الرئاسي، ولم تذكر ولا مرة واحدة حتى في كافة الخطابات، وإنما قلنا يعني من باب أنه إذا رفضت الحوثية سنكون مدافعين. نعم. سنعتمد على مسألة المواجهة، وبالتالي نحن يعني رؤيتنا أصبحت واضحة، وهذه هي الرؤية الأممية والرؤية الدولية وأيضا رؤية التحالف. دكتور نجيب، لكن المواطن اليوم يعني يتساءل حقيقة، يقول إذا كانت هذه الهدنة يعني كمصطلح سياسي وعسكري مفاده بأنها قد تنتهي ويلجأ الآخر إلى بدء ما بدأ به قبل بضع سنوات، يعني ما الجدوى منها إذن؟ وكيف يمكن لها أن تصنع سلاما خاصة وأن كل الأمور باقية على ما هي عليه؟ لا استطاع السلام أن يصل إلى بين الأطراف المتصارعة، ولا استطاع طرف أن يحقق مبتغاه من الطرف الآخر. هل يعني أن يعني مقتضى ذلك تعايش الكل يرضى بالكل فيما بعد؟ كثير من على الأقل المراقبين الخارجيين ومن تم تضليلهم من أبناء الشعب اليمني منذ نشأة الحوثية، منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة كانت الحرب هي الهدف المركزي والحاكم لوعيها.
وضمن إطار يعني ضمن إطار المنظومات الأيديولوجية التي تحاول أن تبرر الحرب، يعني محاربة أمريكا وإسرائيل، محاربة الخونة والمرتزقة. لكن عمليا نحن رأينا أن ما تقوم به الحوثية فقط هو حفر مقابر لليمنيين. كل اليمنيين منذ نشأة الحوثية، وأنا أقولها وبشكل واضح، كانوا في حالة دفاع عن نفس. الحوثية صحيح كانت تتبنى هذا وتقول أنها بتدافع عن نفسها، لكن نحن رأينا تجربة الحركة الحوثية ونموها والنمو الذي حصل داخلها، وكيف أصبحت الحرب هي الهدف المركزي، والعدوان الذي مارسته على الشعب اليمني أين أوصلنا جميعا. لم يكن هناك حالة إقصاء للحوثية، بل على العكس، هي من صفة الجميع وأقصتهم حتى حلفائها. وبالتالي نحن نرى أنه إنهاء هذه الحرب هي إحدى الأهداف المركزية التي تحكم الذهنية اليمنية بشكل عام، ليس بالاتجاهات الرسمية، حتى الاتجاهات الشعبية وكافة فئات وقوة الشعب اليمني ليسوا مع هذه الحرب. لكن بالأخير نحن مجبرين، لأن الحوثية أما أن تحكم قصبا وقهرا ضمن إطار منظور أيديولوجي لا يمكن أن يعيش في اليمن أو تستمر في حربها، وبالتالي علينا أن ندافع عن أنفسنا. إذا الحوثية مستعدة اليوم للسلام، ونحن وسؤالك مهم، لم يتمكن أي طرف أن يتغلب على الآخر. نحن في اليمن لا يمكن لطرف أن يفرض رؤية، يعني أن يتغلب على الآخر بالقوة، لكن بإمكاننا أن نتعايش، بإمكاننا أن نبني توافق ضمن إطار المسار الجمهوري. وبشكل واضح مفهوم الولاية الدينية والسياسية داخل اليمن غير قابلة للعيش، لا تنتج إلا الحرب والسطو، ولا تنتج إلا عصابات ومافيا، ولا تتمكن من تأسيس دولة في اليمن. وعلى الحوثيين ومن يساندهم أن يقتنعوا بهذا المسار، ثم يأتوا إلى طاولة المشاورات ونعيد بناء نظام سياسي وفق ما نتوافق عليه جميعا اليمنيين. ولدينا مرجعيات واضحة، هذه المرجعيات إذا فيها أي مشاكل بالإمكان تناولها. مسألة المرجعيات هو هذه المرجعيات أساسا هي تؤسس لفكرة التغيير والتعايش والتوافق بين اليمنيين، ومسألة تأسيس المستقبل. في النقطة الأولى فيما يتعلق بالتغيير، إذا سمحت لي دكتور نجيب، يعني هل بالفعل تؤمن بأن الحوثيين اليوم يؤمنون بهذا المبدأ وبسلمية التبديل والتغيير وأيضا الشورى، خاصة وأنهم يرون الحكم يعني كحق إلهي مفروض، ويعني خط أحمر لا ينبغي أن يجادل فيه أو عنه أو حوله؟ نحن أمام أربع معضلات غير قابلة للحل فيما يخص صناعة السلام، وهذه الأربع المعضلات موجودة لدى الحوثية. المعضلة الأولى هو البناء العقائدي لمفهوم ولاية السيد العلم. هذا المفهوم غير قابل للحياة في اليمن. إذا كانوا الحوثيين يؤمنوا بهذه الفكرة يطبقوا داخل تنظيمهم، أما يفرضوا على الشعب وفرض مثل هذا المفهوم العقدي له نتائج متعددة. نتائج متعددة هو إلغاء مفهوم الدولة وإلغاء مفهوم الشعب، وإعادة تركيز الثروة والسلطة والنفوذ، وكل شيء بيد شخص واحد يقول لك أنه يمثل مثلا جماعة معينة، وهذه الجماعة لا تمثل حتى أقلية. هذا أولا. ونقيض فكرة حتى طبيعة الذهنية اليمنية فيما يخص تعاملها من الدين من صعدة إلى المهرة. لا يمكن أبدا واحد بنزعة كهنوتية يأتي ويفرض هذه المسألة. هذه مسألة مهمة. والأخطر من هذا أن الحوثية يعني أعادت بنا منظومة عقائدية متطرفة ترى أن التنازل عن هذا المبدأ هو تنازل عن الدين ذاته، وبالتالي عليهم أن يقاتلوا كما قال عبد الملك الحوثي إلى يوم القيامة. عندنا المعضلة الثانية هي ما شكل شكلتها الحوثية من مصالح فاسدة من خلال عمليات السطو وعملية المافيا والسيطرة على الثروة، سواء الموارد العامة اللي حق الشعب أو الموارد الخاصة، أو إجبار رجال المال والأعمال من خلال الإتاوات أو من خلال السطو على معارضيهم وتحويل اليمن وكأنه مزرعة خاصة بهم. هؤلاء راكموا ثروة كبيرة ويروا أن استمرار الحرب حتى لو ظل اليمن مشتت، حتى لو بلغت المأساة ذروتها، لن بالنسبة لهم الحرب أصبحت مصلحة. وهؤلاء يستغلوا الجناح العقائدي السابق ويضخوا أموال ضخمة لإعادة التغلغل في ذهنية الناس لكي تصبح الحرب مستدامة. المسألة الثالثة هو التدخلات الإيرانية وتحويل المجال الجغرافي اليمني إلى مجال لاستنزاف الأمن القومي العربي، وأيضا وتحويل اليمنيين إلى ضحية لهذا المسار، ولدى إيران واضحة في هذه المسألة. المسألة الأخرى الرابعة وهو أن هناك منظومات متعددة
متعددة يعني لا يعني ضمن إطار الصراع على المصالح والصراعات الجيوستراتيجية لا مشكلة لهم أن تستمر هذه الحرب لاستنزاف بالذات دول الخليج. وبالتالي هذه الأربع الأمور إذا تم تفكيكها أنا أعتقد أنه ممكن نتجه إلى السلام. وهذه ليس لا يوجد أي طرف يمني أيا كان ولا كل اليمنيين حتى أبناء صعدة وأبناء عمران وأمانة العاصمة وصنع الجميع وإذا ما حتى نصل إلى المهرة جميعنا نريد هذه السلام. ولا يوجد لدينا عقد باتجاه أنه لا نريد السلام. الحوثية فقط هي المعضلة الأولى والأخيرة. إذا تم تفكيك هذه المعضلات التي تحدثت عنها أنا أقول لك سنذهب إلى السلام وبيسر وبإمكاننا أن نبني دولة قوية قادرة على الاتجاه بالشعب إلى المستقبل. دعني أشارك معي إذا سمحت دكتور نجيب الأستاذ عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد الستار مرحبا بك. إذن الهدنة هي الطريق إلى السلام، هذا ما تقوله الأمم المتحدة التي وصفتها بالفرصة الثمينة. بالمقابل اليمنيون اليوم يقولون إذا كانت هذه الهدنة بالفعل هي ممهدة للسلام فلا نريد أن يكون السلام بهذا الشكل، خاصة وأن الأمور ما زالت على ما هي عليه، الممارسات ما زالت على ما هي عليه، الأسعار ما زالت قائمة. إذن يعني ترك اليمنيون في حبل المشنقة. طبعا أنا بهذا الإطار لا أدعو لأن يستمر الحرب أو لماذا توقفت، وإنما لم يحدث أي تغيير يراه المواطن أو يلمسه على الأرض، خاصة وأن هنالك خروقات سواء كان في الشمال أو في جنوب الوطن وممارسات لا ترضي الله قبل أن ترضي المواطن أولا وأخيرا. تفضل. مساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم. طبعا مقولة أن الهدنة طريق السلام أعتقد أنها مقولة متفائلة جدا وفيها ضرب من ضرب الحمق إن نحن صدقناها. هذه الهدنة في واقعها هي هدنة من طرف واحد حتى الآن. الميليشيات الحوثي لم توقف أي أعمال حقيقية سواء في التحشيد، في التجميع، في التعبئة، في تهريب السلاح. فالهدنة هي من طرف الشرعية. صحيح أن الميليشيات خففت قليلا من وتيرة هجومها على مأرب، لكن هناك هجوم حقيقي في مأرب وهناك هجوم في تعز وهناك أعمال. هذه الهدنة إذا قرأناها بتبصر هي في النهاية صبت لصالح الجماعة الحوثية بالدرجة الأولى. صحيح أنها صبت أيضا لصالح الشعب اليمني في عملية استرخاء قليل من الحرب، لكن مكاسب الجماعة الحوثية من هذه الهدنة لا تعد ولا تحصى. أولا 120 مليار حتى الآن، كانت 90 مليار الآن قيل أنها 120، إيرادات ما جاء من الحديدة، هذا ما ظهر من الأرقام. ثانيا ما قامت به من تكثيف في إيراداتها والجباية. ثالثا استعادة بعض أسراها. رابعا فتح مطار صنعاء بوثائقها. سنعد إلى يعني 11 عشنقة. إذن لا ضير أن يكون يعني الهدنة أتت، ولكن هل هذه الهدنة إذا جددت ستستمر متوالية مكاسب الحوثي ونحن بالطرف الآخر حتى معبر تعز حتى الآن لم تشكل له حتى مجرد لجنة؟ ما الذي استفادته الشرعية والشعب اليمني من هذه الهدنة؟ الحوثية استفادت أنها عادت يعني تكثيف عملياتها التنظيمية لما يسمى بالمجهود الحربي. وأعتقد أن قد نفاجأ أنه في مأرب أو غيرها بعد هدنة ثانية يكونون أكثر جاهزية. نريد أن يكون هناك معادلة وازنة في التفاوض. هذه المعادلة الوازنة تقول على قدر ما يأخذ الحوثيين على الأقل من مكاسب تأخذ الشرعية ويأخذ الشعب اليمني. كان ينبغي أن لا يفتح مطار صنعاء إلا فتح معابر تعز، أو على الأقل يفتح هذا المطار لكي يكون للمواطنين وليس لبعض القيادات الحوثية وقليل من المواطنين. نعم. إذن باختصار في رأيي هذه الهدنة قد تكون ليست هدنة، خدعة على أقل ولا أكثر. نعم. وعلى المجلس الرئاسي يتحمل استعداداته لكل الخيارات المحتملة. أستاذ عبد الستار سأعود إليك فيما يتعلق بهذه الأمور وأمور أخرى تتعلق بالأسرى. دكتور نجيب، إذن ليست هدنة وإنما خدعة، هكذا يصفها الكثير من المراقبين ويصفها أيضا الأستاذ عبد الستار يعني. وأيضا بالمقابل هنالك من يقول بأن الهدنة ليست هدنة على الأرض اليمنية وإنما هدنة حوثية سعودية، إنجاز التعبير بذلك، يعني لا نضرب عليك ولا تضرب أو لا تضرب علينا يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. إذن هل هي هدنة أم خدعة بالفعل؟
هو الحوثي يتعامل معها كخدعة، لكن نحن نتعامل معها كهدنة. لكن ما زالت الإجراءات وترتيب هذه الهدنة، أنا أعتقد لا يوجد يعني منهج وخطة واضحة لتثبيت هذه الهدنة. وبالتالي الحوثية بسبب اختراقاتها المتعددة قد تلجأ الأمم المتحدة لطرح فكرة وجود المراقبين، هذا أولا. ما يهم من هذه الهدنة، أنا أعتقد إحنا في الشرعية وكثير من وحتى التحالف قبلناها ليس أننا لا نعرف الحوثي وأن الحوثي سيستغل هذه الهدنة. نحن استجبنا للوضع اليمني، لوضع الناس، المأساة تراكمت ومع الحرب الأوكرانية الروسية والتضخم الاقتصادي العالمي كنا نخاف أن تتراكم المأساة اليمنيين. نحن في وضع حرب، وكثير من الدول، وأنتم تتابعوا ما الذي يحصل في كثير من الدول في أوروبا وأمريكا وفي كل الدول العربية فيما يخص ارتفاع الأسعار وارتفاع الحياة المعيشية لأغلب دول العالم، هذا في البعد الاقتصادي. وبالتالي كنا نخاف بشكل كامل أن يكون تأثيرها السلبي على اليمنيين أكثر، لأنه وضعنا نحن في حالة مأساة. وبالتالي يعني احيانا لما تراهن على الناس ومأساتهم، والحوثية تبتزنا بهذه المسألة، تبتزنا بمعنى الكلمة، وجعلت من الشعب اليمني ومأساته رهينة لكي تربح وحدها. بالأخير الحوثية هي أيضا قد استنزفت يعني في حربها، وقبلت هذه الهدنة لأنه استنزفت في حربها على مأرب وفشلت. هذا أولا. المسألة الثانية، فكرة الهدنة بحد ذاتها وفتح المعابر، يعني شوف نحن نريد للشعب اليمني أن يتحرك بحرية كاملة، هذا المنظور. يعني نحن نريد لليمنيين أن يخرجوا ويسافروا ويروا العالم لكي يكتشفوا الحوثي من هو، ونريد لحركة السكان اليمنيين أن ينتقلوا من في جميع المحافظات. هذه العزلة الداخلية التي فرضتها الحوثية من خلال الحصار المدن كتعز، وأيضا من خلال اشتراطاتها المتعددة حتى لا يخرج اليمني أو يظل يعاني، وإذا أراد أن ينتقل إلى أكثر من يعني إلى يعني المطارات الأخرى. لا مشكلة لدينا في فتح مطار صنعاء، الحوثية اخترعت كثير من الأمور وكثير من الإجراءات، ورغم ذلك ورغم كل ذلك تقدم لها تسهيلات كاملة، لكن هذه التسهيلات هي من أجل الشعب اليمني. صحيح أن الحوثية تحاول أن تستغلها لكي تقول أنها دولة، لكن بالأخير ستحل مسألة الجوازات، هذه مهمة. هناك آلية رقابية يشتغل عليها التحالف والمنظومة الدولية ونحن في الشرعية فيما يخص مسألة التهريب ومسألة يعني استغلال هذا المسار لخدمة الإرهاب أيا كان شكله أو نوعه. لكن ما يهمنا أولا هو احترام سيادة الدول الأخرى. لا يمكن للدول الأخرى أن تقبل جوازات غير جوازات الحكومة اليمنية الجمهورية اليمنية. الحوثية لا تشكل دولة، هي حالة انقلابية. لكن بالأخير المبدأ العام والأول، لا بد أن تفتح المجالات الكاملة لحركة اليمنيين داخليا وخارجيا. من يعيق هذه المسألة هم الحوثي لا غير، وكل ما يستخدم في الإعلام هو تضليل. قلت ستحل مسألة الجوازات، وقلت أيضا بالمقابل لا ينبغي الاعتراف بأي جواز ما لم يكن صادرا من الشرعية. إذن عن أي حل نتحدث؟ هل سيوافق الحوثي باعتماد هذا الجواز واستثناء غيره على الأقل؟ أولا شوف، في مسائل فنية وتقنية فيما يخص مسألة حل الجوازات، وفي مسائل أيضا ذات طابع سيادي سواء نحن كشرعية وأيضا بقية الدول الأخرى، وفي مسائل لها علاقة بمكافحة الإرهاب وعلاقتنا بالمنظومة الدولية، قدرة الحوثية على تمرير ما تطلبه. يعني أنا أعتقد أن احنا سيواجه كثير من اليمنيين صعوبات في هذه المسألة، لكن بالإمكان أن يكون هناك حلول تقنية من خلال مسائل يعرفوها من يشتغلوا في الجوازات. الحوثية لا تريد أن تسير بهذا الاتجاه، الحوثية تريد أن تصدر الجوازات هي لكل اليمنيين. هذه مسألة غير مقبولة، لأنها ترى نفسها أنها دولة، والتقنية الثابتة في عملية يعني المفاوضات التي تديرها الحوثية أنها لا تعترف بالشرعية، والشرعية يعترف بها العالم. الجمهورية اليمنية تمثلها الشرعية
شرعية. الحوثية تريد أن تقول هي دولة ولا يعترف بها أحد، حتى اليمنيين أنفسهم لا يروها إلا حال السطو وقهر، مش إلا حتى سلطة أمر واقع. وبالتالي طريقة الحوثية في التفاوض من أجل خدمة الشعب اليمني هي تدير هذه المسألة لإعاقة حركة اليمنيين وخدمة الإرهاب. وبالتالي نحن نرى أن الحوثية تضلل الناس وتضلل الأمم المتحدة، لكن بالأخير الحوثية ضمن إطار هذا التضليل اللي تمارسه والإجراءات التي تريد أن تفرضها على الجميع هي تحاصر نفسها في زاوية. لن يتحمل العالم ولا اليمنيين هذه المسارات الحوثية، يعني القلوب بلغت الحناجر، يعني ما عند فيش، أو العالم أصبح يرى الحوثية وأصبحت مكشوفة. وبالتالي نحن سنسير وسندفع بكل قوة من أجل خدمة الشعب اليمني وتخفيف مأساته أيا كانت طبيعة التنازلات المرحلية التي يعني تقدم، ليس حبا في الحوثية بل احتراما وتقديرا لوضع الشعب اليمني. نعم أستاذ عبد الستار، استمعت إذن إلى الدكتور نجيب غلاب وهو يتحدث حول ما يتعلق بالجوازات الآن، يعني وتحدث قبل قليل عن أن ثمة عزلة داخلية مفروضة حتى هذه اللحظة ولم تدخل من ضمن الشروط التي كان ينبغي أن تطرح قبيل فتح مطار صنعاء. يعني هنالك من يقول بأن هذه الخطوات المتمثلة بالهدنة لإعادة لملمة الأوراق من جهة، أيضا توفير مناخات ملائمة للتمدد الحوثي من جهة أخرى، أيضا قد يعترف بالجواز الصادر من صنعاء، يعني ألا تشير كل هذه الدلائل أو يخشى من أن يصل الأمر إلى أن ثمة اعترافا دوليا يطبخ على هدوء اليوم فيما يتعلق بالاعتراف بالجماعة الحوثية، أم أن المجتمع كما قال الدكتور نجيب سيضيق ذرعا من خلال مثل هكذا التصرفات؟ أولا عن أن هناك اعترافا دوليا، بالفعل هناك اعتراف دولي بالحوثي كسلطة أمر واقع، هذا أمر لا مشح فيه وهو واضح، أنه قبل 3 أشهر تم تصنيفها جماعة إرهابية وبعد ذلك تم الاعتراف بها والتفاوض معها. ثانيا، هل ستفرض دولة داخل الدولة؟ هناك بالفعل في مسقط تسريبات تقول أن الحوثي يطالب بأن يكون حكما ذاتيا بسلاحه، وهو حكما ذاتيا يعني أن هناك دويلة مصغرات تمتلك كل مقومات الدولة، ميناء الحديدة، 3 موانئ إضافية، سلاح، مال، مدد خارجي، كل المقومات. نحن نتجه ربما إلى هذا الاتجاه ما لم يكن لدينا جيش حقيقي ينتزع مارب كاملة ويتجه إلى صنعاء ويسترد الحديدة. المؤشرات تقول الآن أنه حتى الآن ليس هناك خطوات جادة في اتجاه الحسم العسكري، وما دمنا متجهين نحو الحوار مع الحوثي فلا شك أننا شئنا أم أبينا سيفرض المجتمع الدولي وسيفرض واقعنا. نحن نبحث عن عملية السلام في مسقط وفي الأمم المتحدة، لكن نحن نقدم في هذا الأمر العربة قبل الحصان. نحن نريد الحصان أولا، الحصان الرابع في اليمن هو أن يكون لنا جيش قادر ينتزع يحاصر الحوثي، وعندها يمكن أن نتحدث مع الحوثي عن عملية سلام بحيث ينخرط سياسيا بحجمه. هذا الأمر كل المؤشرات تقول أننا ذاهبون إلى هاوية مع الحوثي، ليس هناك مؤشرات تبشر بالتفاؤل حتى نرى المجلس الرئاسي يعيد دولة وتقييم وضع الجيش وفتح جبهات أقل شيء في مارب التي تضرب كل يوم وتحرير ما تبقى من تعز وإعادة النظر في اتفاق ستوكهولم والحديدة. ما لم يكن ذلك فتأكد يا أخي الحبيب أننا بالفعل سنذهب إلى مفاوضات ومشاورات سلام، لكن ستفرض على الواقع دويلات داخل اليمن، وأهم ما ستكون هذه الدويلة الحوثية. الرهان الوحيد هو على الخيار العسكري، ما دام مغلقا لا ترهن على شيء آخر، سيفرض المجتمع الدولي بل سيفرض الواقع شروطه، والحوثي أصبح أمرا واقعا حتى نغيره بأيدي. هل أصبح أمرا واقعا بمباركة ما، بدعم ما، بتواطؤ ما، أم أنه فرض قوة معينة يعني حتى نستطيع أن نقول بأنه أمر واقع اليوم برأيك؟ نعم، فرض أمرا واقع بقوة إيران، بسلاح إيران، بتخطيط إيران، بتغطية إيران. ليس الحوثي هذه الجماعة البسيطة هي التي استطاعت أن تحقق ذلك، لكن نحن نواجه
بالفعل احتلال كامل الأركان، هو الاحتلال الفارسي ببزته السلالية وبقلبه الفارسي. هذه القوة التي توجد الآن مثلها مثل حزب الله الذي فرض في إيران في لبنان، مثلها مثل ما فرض في العراق. هذا الأمر أصبح واقعا كما فرضت إيران واقعا في دول عربية أخرى، الآن فرضت واقعا في اليمن بكل ما تمتلك من أفكار ومن سلاح ومن مال. لكن هذا الفرض، هذا الواقع ليس أمرا قدريا، إذا نحن واجهناه يمكن أن يسقط. لكن بالمقابل نحن فشلنا خلال سنوات سابقة أن نكون على مستوى مجابهة كاملة. صحيح هناك نجاحات في تحرير الجنوب وأجزاء من الشمال، لكن كان الأمر السياسي، كان قمة الهرم الرئاسي، كانت الجيش، كل هذه العوامل السيئة أدت إلى تأسيس هذا الوضع. المجتمع الدولي لا يؤسس لشيء، هو يبارك الواقع سواء كان سيئا أو كان حسنا، كونه ليس جمعية خيرية، وإنما هو بالنهاية يذهب مع الأقوى. تصريحات الخارجية الأمريكية كانت واضحة منذ 9 أشهر عندما قال بوضوح الحوثي أصبح أمرا واقعا، وتغيير الأمر في اليمن ليس بالأمان. علينا أن نعيد قراءة هذا التصريح، لأنه في صميم الرؤية الأمريكية أن التعامل بالجماعية، تتعامل مع ما هو موجود سواء كان جماعة أو كان دولة أو كان غير ذلك. نعم أستاذ دكتور محمود، عفوا دكتور نجيب، يعني ما ذهب إليه الأستاذ عبد الستار فيما يتعلق بالجيش، وصف بأن ثمة تواطؤا فيما يتعلق بعدم الجدية، وأيضا يعني وإن كان هنالك كما قال بعض التقدمات، لكن ليست بتلك التقدمات التي ينبغي أن يظهر عليها جيش ينبغي أن يكون حاضرا. أيضا عندما وصف أيضا أو ذكر ما وصفته الخارجية الأمريكية باعتراف ضمني وإن لم يكن مباشرا بأن الحوثي أصبح اليوم أمر واقع، بالمقابل إيران اليوم تضع قدمها بقوة سواء في لبنان سواء في العراق، وآخر موطئ هذه الأقدام هي اليمن. هل يعني نستطيع أن نقول بأن إيران ستشكل حيزا من خارطة المجتمع اليمني اليوم فيما إذا أصبح الأمر واقعا بالفعل ومفروضا؟ وكيف ستتعاطى أيضا الدول المجتمع الدولي وأيضا الدول المجاورة أو الشقيقة على الأقل التي تخشى الخطر الإيراني بأن يمتد إليها؟ أولا، الاستراتيجية الثابتة لدى الحوثي هي استمرار الحرب واستمرار هذا الشتات والفرقة وهذا حالة العزلة الداخلية بين المناطق اليمنية. هذا الاستراتيجية الثابتة الحوثية لن تقوده بالمطلق إلى بناء دولة ولا حتى دويلة، هو عبارة عن سلطة أمر واقع غير يعني معترف بها باعتبار أنه هناك شعب رهينة لهذه الحركة وهذه المنظومة وتملك سلاح، وبالتالي تحولها إلى دولة صعب. وهي ميليشيات صحيح منظمة، صحيح لديها ثروة وتراكم قوة وتتغلغل، لكن عمليا المجتمع الدولي أبدا لن يوافق على قبول هذه الدويلة. ستظل حالة فوضى مستدامة داخل الجغرافيا اليمنية. أكبر المتضررين من هذا الأمر هم اليمنيين وحدهم لا غيرهم. صحيح أنها تشكل نقاط استنزاف ونقاط تهديد للجوار وأيضا على أمن البحر الأحمر، لكن عمليا كلما استمر هذا الوضع كلما تضرر الشعب أكثر لصالح المافيا التي تحكم الحوثية. هذا أولا. مسألة الشرعية وبناء الجيش، نحن لدينا خارطة طريق واضحة، وقمنا بإصلاح جذري وشامل لمنظومة الحكم، يعني أعدنا صياغة النظام السياسي كله بالطريقة التي حصلت، وهذه الصياغة لم يعترض عليها أحد من أبناء الشعب اليمني، ولا مكون سياسي ولا منطقة ولا أحد، الجميع وافق عليه، ثم وافق عليها التحالف ووافق العالم كله بلا استثناء، وتم إقرار هذا التغيير من داخل مجلس الأمن. وبالتالي ما زالت الجمهورية اليمنية قائمة من خلال ما من الجمهور كدولة أولا ومن يمثلها في هذا التغيير اللي حصل. فيما يخص مسألة إعادة بناء الدولة، وأهم ما في الأمر هو مسألة إعادة بناء الجيش. نحن اليوم كان لدينا قوة متعددة وفيها صراعات وتناقضات، اليوم أصبحوا الذين يملكون قوة حقيقية في الميدان هم من يقودون البلد، وهم في المجلس القيادي الرئاسي،
وهناك خطة واضحة تم التوافق عليها فيما يخص سواء باتفاق الرياض أو من خلال خارطة الطريق التي رسمتها المشاورات من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة. وحدد رئيس فخامة رئيس الجمهورية وبشكل واضح فيما يخص أنه البند العسكري والاهتمام بالقوات المسلحة والأمن باعتبارها إحدى إحدى المرتكزات الاستراتيجية الأهم، ثم تأتي مسألة الاقتصاد. وبالتالي نحن أمام تحول كبير لتحويل الشرعية إلى دولة عاملة في الميدان من خلال المؤسسات. ونعرف وبشكل جيد أن المسألة العسكرية هي تأتي في المقدمة. مسألة إيران ووجودها يعني داخل اليمن هي أصبحت موجودة من خلال الحوثي، لكن هل إيران يعني ماذا تقدم اليوم إيران للحوثي؟ لا تقدم له إلا السلاح ولا تساعد الشعب اليمني بأي شيء. وبالتالي تحولت الحوثية إلى ذراع عمليا. حتى إيران لا تستفيد كثيرا من الحوثية إلا باعتبارها أداة ضاغطة لخدمة الأمن القومي الإيراني من خلال الملف النووي، من خلال عقد الصفقات المتعددة سواء مع المنظومة الدولية أو مع الخليج. وبالتالي هي أشبه بالصميل بيد الحوثي، يعني إيران تحولت إلى صميل بيد الحوثي، لكن صميل يضرب الشعب ويخدم الأمن القومي الإيراني. وبالتالي نحن في هذا المسألة أمام معضلة كبيرة، وعلى الشعب أن يحدد خياراته بشكل واضح. لا يكفي الجيش أن تبني جيشا قويا، بل لا بد أن يثور الشعب ويدافع عن مصالحه. نعم أستاذ عبد الستار، يعني بالمقابل ومن ضمن هذه الصفقات التي ذكرها دكتور نجيب، يعني 163 أسيرا حوثيا عبر الصليب الأحمر أرسلتهم السعودية مؤخرا إلى مطار صنعاء، فيما قبلت هذه الخطوة أو قبل هؤلاء الأسرى على الأقل بالرفض، كيف نقرأ ذلك من خلال وصفها خطوة تدعم أو قد تدعم جهود السلام، وأيضا نقرأها من جانب آخر من خلال الرفض بأنها قد تقوض هذا المبدأ؟ بالنسبة لإطلاق الأسرى، لا شك أنها مبادرة في اتجاه صحيح، أنها تعطي تنازلات تلو التنازلات من قبل التحالف والشرعية، تعطي ترضيات بين قوسين إنجاز التعبير للجماعة الحوثي. نحن مستعدين أن نعطي الشيء الكثير مقابل أن تذهبوا إلى عملية سلام. وهذا الإفراج عن هذا العدد من الأسرى هو نوع من هذه الترضيات. المجتمع الدولي والتحالف والشرعية دأبت منذ فترة طويلة على أن تقدم ترضيات كبيرة وأحيانا تكون مخلة. يعني لا أفضل مثال لذلك هو اتفاق ستوكهولم الذي أنقذ الحوثي من هزيمة منكرة كان بإمكانها أن تعيد التوازن لروح المعركة اليمنية. كان وجود الحديدة مع الشرعية سيعطي أمرا مختلفا لطبيعة التوازنات العسكرية والسياسية. هذه الترضيات لا بأس بها، ولكن إذا مضينا بها إلى ما لا نهاية على هذا المنوال وعلى هذه الشاكلة، أعتقد أنه لن يخدم قضيتنا كقضية مشروع سلام أو مشروع دولة. الحوثي يأخذ هذه الترضيات على أنها هزائم، على أنها انكسارات في صفوف التحالف، هكذا يقول في إعلامه وهكذا يظن. ولذلك ينبغي أن نأخذ بقاعدة تحدث بصوت خفيض ولين ولوح بعصا غليظة. ينبغي أن نعطي هذه الترضيات، لكن أن يكون هناك ضربات موقعة أو هناك أعمال موقعة للحوثي. هذا المفقود حتى هذه اللحظة للأسف الشديد. نعم دكتور نجيب، يعني أشار إلى نقطة هامة جدا الأستاذ عبد الستار فيما يتعلق بهذه المسميات التي تقول عنها يقول عنها التحالف أو تقول عنها الشرعية أو يقول عنها المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة بمسمى فيجابهه الحوثي بمسمى آخر. على سبيل المثال الهدنة تسمى هدنة من طرف ويسميها الحوثي أيضا النصرة، وقس على ذلك. إذن كيف يتم التعاطي مع مثل هكذا أمور، خاصة فيما يتعلق بالخطاب الإعلامي، وما مدى أثر مثل هكذا تصريحات صريحة وأثرها أيضا على الشأن اليمني سياسيا وعسكريا وشعبيا لاحقا؟ أولا شوف المنظومات الأيديولوجية، يعني دائما تقرأ النصر بطريقة تدل على وعي كاره للشعب. هذا أولا. وأيضا تحاول أن تخفي هزائمها المتعددة، هذا أولا، وتخفي وضع المأساة اليمنية من خلال القول أنها انتصرت. ما هو النصر الذي حققته الحوثية؟ أنا بقول عمليا النصر الذي حققته الثورة الحوثية أنها تحولت إلى أداة للجباية،
إلى أداة لإضعاف اليمنيين، إلى أداة لتحويل الجغرافيا اليمنية إلى شتات، إلى إلغاء التعايش، إلى بناء ذهنية تقوم على فكرة يعني الأحقاد والصراعات ما بين اليمنيين. هي يعني من خلال هذه القراءة للحركة الحوثية أنها تراكم الثروة لدى قيادات محدودة، وأن الشعب بلا رواتب والدولة ضعيفة والشعب اليمني يعيش مأساة إنسانية. هي ما لا تهتم بالشعب، هي ترى ما ربحت الحوثية. الحوثية ترى أنها راكمت أموال كثيرة، وبالتالي هي تشعر بالنصر أن هناك أموال كثيرة تراكمها يعني. والمسألة الثانية ترى أنه أصبح لديها ميليشيات ومقابر كثيرة، وترى هذه المقابر وسموها روضات أنه نوع من النصر، لأن ترى هذه المقابر أنها أداة من أدوات الثأر ما بين اليمنيين، وبالتالي هم كجماعة بإمكانهم أن يحولوا هذه المقابر إلى أداة لإدارة حروب اليمنيين فيما بينهم. المسألة الأخرى هي ترى أنهم ما زالوا مسيطرين على صنعاء، وأنه لا يوجد ثورة داخل اليمن ضدهم، وبالتالي هؤلاء اليمنيين اللي رهين بين أيديهم يعتبروا أن سكوتهم وصموتهم ويعني وقبولهم لهذه الفوضى التي أنتجتها الحوثية نوع من النصر. الحوثية لم تنتصر على أحد، لم تنتصر لا على التحالف ولا على أمريكا. السعودية ازدادت قوتها أثناء الحرب أضعاف مضاعفة في الجانب الاقتصادي والسياسي، وعندها تغييرات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وأصبحت أكثر تأثيرا على المستوى الدولي والإقليمي، وبالتالي وكذلك الإمارات وكذلك مصر. لا يتأثر أحد، لا يتأثر أحد بهذه الحروب. هي على من انتصرت؟ انتصرت على من؟ حتى الشعب اليمني اللي يعني تعتقد أنها انتصرت على الشرعية ولا هذا؟ ما هو هذا النصر؟ ما هو مفهوم هذا النصر؟ أنا أرى أنه ليس إلا تضليلا أيديولوجيا لإخفاء المأساة والجريمة التي أنتجتها الحوثية في اليمن. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، كنت معي في حوار ربما مضى سريعا، كان ثمة نقاط شتى لم أستطع أن أتطرق معك إليها لأضيق الوقت. الشكر أيضا موصول للأستاذ عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي الذي كان معي عبر الهاتف، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الأعزاء. ثمة حلقة أخرى وقضية أخرى بإذن الله تعالى الثلاثاء المقبل. أستودعكم الله.